نظام جيستار، نظام معلوماتي جديد أحدثته المديرية العامة للأمن الوطني ليشكل رابطا مباشرا بين مختلف الدوائر الأمنية بالمملكة. وبفضل نظام جيستار سيتم تخزين المعطيات التي بحوزة الدوائر الأمنية في خادم رئيسي بالمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من أجل تسهيل عملية تتبع الشكايات والوثائق المسلمة للمواطنين. جيستار هو تدبير دوائر الشرطة فيما يخص الأعمال داخل الدائرة، وكذلك بمقر المداومة أي لا بيرمانونس. داخل الدائرة كاين نقوم بإنجاز كل ما يتعلق بشواهد السكنة، وكذلك تصريح بالضياع والتصريح بالسرقات، وهذه العملية كتتم في ظرف وجيز. هذا النظام يتيح كذلك إمكانية التأكد من مطابقة المعلومات المتضمنة بالوثائق المسلمة من قبل الدوائر الأمنية مع تلك المستخدمة في بطاقة التعريف الوطنية، على اعتبار أنه يخلق رابطا مباشرا بين الدوائر المذكورة ومراكز تسجيل المعطيات التعريفية.